السلام عليكم وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشر على الأولى. إليكم أبرز عناوين. المجلس العلمي الأعلى يصدر بيانا بخصوص شهر رمضان المبارك وحرص على مواصلة إغلاق المساجد خلال الشهر الفضيل حماية لصحة النفس والبدن. تسجيل 168 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة بالمملكة إلى 3377. المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور يتعزز بتجهيزات طبية جديدة للتكفل بمرضى كوفيد-19 والدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويحضر معنا السيد أحمد البوكيلي، أستاذ جامعي باحث في الشأن الديني بكلية الأداب بالرباط. سيد البوكيلي أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. البداية ببيان للمجلس العلمي الأعلى بخصوص شهر رمضان المبارك، أكد فيه أن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات. وذكر المجلس أن الإمامة العظمى إمارة المؤمنين رفيقة بنا في حماية حياتنا أولا وفي قيامنا بديننا ثانيا، وهي رقيبة على الوضع الصحي في المملكة، وهي أحرص ما تكون على فتح المساجد من ضمن العودة إلى الحياة العادية متى توفرت الشروط. وشدد المجلس العلمي الأعلى على أن الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمامة الأمة، إمام الأمة، ونصيحته والعمل بتوجيهاته، وأن عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوض إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط به. هذا البيان جاء للحسم في ضرورة تأدية صلوات التراويح والنوافل داخل المنازل خلال الشهر الفضيل. قرار يأتي تماشيا مع فتوى المجلس العلمي الأعلى الداعية إلى إغلاق المساجد خلال فترة الطوارئ الصحية حماية للنفس والبدن من كل سوء. الروبورتاج من الدار البيضاء لبوشعيب العماري وسفيان الإبراهيم. التقرب إلى الله عز وجل لا يسقط أجره بعدم الاستطاعة، بل يبقى قائما من عقدت عليه النوايا، والنية أبلغ من العمل. استمرار إغلاق المساجد في وجه المصلين خلال مرحلة الحجر الصحي التي تتزامن وحلول شهر رمضان المعظم والذي تقام خلاله صلاة التراويح يدخل في إطار الحفاظ على حياة الإنسان من وباء كوفيد-19، ومقدم شرعا على ما عاداه من الأعمال. هناك فتوى قالت، يعني أمرت بإغلاق المساجد ومنعت من أداء الصلوات الخمس، فلماذا الحديث عن قضية وهي مندوبة؟ المسألة الأخرى هنا، وهو هذا يؤكد لنا شيء أساسي، وهو حرص مولانا أمير المؤمنين على ضمان ما يسمى بالأمن الروحي والديني للمغاربة كافة. فالأصل الآن في هذا الموضوع لما صدرت الفتوى أن يستمع جميع الناس إلى هذه الفتوى وأن يستجيبوا إلى أمر مولانا أمير المؤمنين، أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد صدرت هذه الفتوى وهي الآن ملزمة للجميع، ويجب علينا أن نفكر في ماذا يجب أن نفعل بعد يعني استحالة أداء صلاة التراويح بالمساجد. وما دامت صلاة الجماعة تعني ما زاد عن الفرد الواحد، فصلاة التراويح بالمساجد تعوضها إقامتها بالمنازل مع أفراد الأسرة داخل الحجر حفاظا على صحة الإنسان وحياته. لا بد من التأكيد أن أداء صلاة التراويح كما قلنا ليس واجبا، وأن الأصل فيه أن يؤدى في البيوت، خاصة عند المالكية إذا كان هذا لا يؤدي إلى تعطيل هذه الشعيرة. والمهم في هذا الأمر أن أصلا أداء صلاة التراويح عند الإمام مالك، إذا شعر المؤمن أنه إذا أتى إلى المسجد وأدها أمام الناس وخشي على نفسه الرياء، فإن الأولى عند الإمام مالك والأحوط عند الإمام مالك أن يؤديها في بيته خوفا من الرياء، لأنه هذا الرياء حرام.
فلا يؤدي مسألة مندوبة من أجل هذه المسألة. وما دام للضرورة أحكام فإقامة صلاة التراويح بالمنزل يبقى أجرها قائما بهدف حماية حياة الفرد والجماعة. فشهر رمضان بدايته رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار حتى داخل البيوت. كما سبق وشرنا يحضر معنا السيد أحمد البوكيلي أستاذ جامعي باحث في الشأن الديني بكلية الآداب بالرباط. سيد البوكيلي أهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا مرحبا. إذن سيد البوكيلي شنو هي الدلالات ديال هذا البيان هذا اللي جاء يعني من المجلس العلمي الأعلى؟ كيفاش كتشوفوا أنتم الدلالات الدينية دياله؟ الأصل في هذا البيان بعد بسم الله الرحمن الرحيم أنه فتوى شرعية سواء تعلقت يعني في الفتوى إغلاق المساجد أو بهذا البيان الآن اللي كيحث المغاربة أنهم يصليوا في المنازل ديالهم. هذه الفتوى جاءت بطلب من أمير المؤمنين باعتبار الصفة الدينية على أساس أن إمارة المؤمنين الأصل فيها هي حماية الأمن الروحي للمغاربة، لأن هذا الأمن الروحي للمغاربة هو اللي كيحصن المغاربة في إطار واحد التدين اللي مبني على اليسر ومبني على التسامح ومبني على المحبة، لأنه لولا هاد الحصانة ديال إمارة المؤمنين في البلاد كانت غتوقع لنا واحد الفوضى على أساس أننا كنعيشوا في الزمن الإعلامي المفتوح، وبالتالي كل واحد غادي يتبع شي فتوى ديال واحد الشيخ من المشايخ في إطار هاد الثورة المعلوماتية والتواصلية، وغنصبحوا في واحد المجتمع لا قدر الله اللي كيعيش واحد التفكك روحي واحد التفكك نفسي. فإذا الأصل ديال هاد الفتوى وديال هاد البيان هو الحرص جلالة الملك على السلامة الروحية وعلى السلامة الجسمية والبدنية ديال المجتمع المغربي، وبالتالي محتاجين نحسوا أن الأصل في هذه الفتوى هو أنها غادي تحفظنا لا قدر الله من أي شيء اللي ممكن يصيبنا، خصوصا أن هذه الفتوى تأتي في سياق الآن هذا الحجر الصحي. بمعنى الآن احنا ما كنفكروش في إطار واحد الاجتهاد يعني مبني على الاختيارات، لا، احنا كنعيشوا الحجر الصحي وبالتالي خصنا نلتزموا بهذا الحجر الصحي. ومن رحمة الله تعالى بنا أن هذه المؤسسة ديال المجلس العلمي الأعلى هي مؤسسة دستورية، يعني هذا الشرع هذه الفتوى هي فتوى شرعية مبنية على قواعد بناء الفتوى سواء على المستوى الاستقرار الأصولي أو الاستنباط المقاصدي، والحمد لله يحق لنا أننا نعتزوا عندنا كبار العلماء اللي كيبنيوا الفتوى على مستوى القواعد الاستدلال الشرعي وقواعد التعليل الفقهي والأصولي. إذا سيد بوكيلي هذا البيان جا باش يحسم في ضرورة تأدية صلوات التراويح وكذلك النوافل داخل المنازل، وبالتالي تنزيل الفتوى ديال إغلاق المساجد اللي جا بها المجلس العلمي الأعلى. بطبيعة الحال، لأن عملية إغلاق المساجد طرحت واحد السؤال، كيفاش المغاربة غيصليوا التراويح؟ نعم. احنا كنعرفوا يعني الارتباط الكبير للمغاربة مع التراويح، بحيث أن الشعب المغربي شعب طيب شعب مؤمن، بحيث أن بعض المساجد يعني في رمضان تمتلئ أكثر من مليون مصلي. هاد المؤشر الديني كيعكس تدين الشعب المغربي، ولكن الآن احنا في مرحلة ديال الحجر الصحي ما يمكنناش نغامروا بالصحة ديالنا يعني ونغامروا بالحياة ديالنا ونعرضوا نفسنا للخطر. نعم. ولذلك من ناحية الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذاك الإنسان اللي خدا التومة منوع عليه، سيدنا رسول الله كيقول أنه ما يجيش للمسجد باش ما يأذيش الناس على أساس أن ديك الرائحة رائحة عزكم الله كريهة، فما بالك بهذا الفيروس. بل معجزة ديال هذا الدين أنه دين ميسر. تصور معي الأستاذ الكريم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية يعني التراويح صلى اليوم الأول اليوم الثاني، ولكن اليوم في الرابع ما صلاش بالصحابة، فلما سألوه خاف قال لهم خفت لكي لا تفرض عليكم. نعم. فإلا كان سيدنا رسول الله كيحبنا وخاف أن التراويح اللي هي السنة تصبح واجب، فالآن أنا كنتسائل كيفاش حنا محتاجين أن نخافوا على بعضنا البعض. نعم. ومحتاجين نخافوا على بلادنا ونختفوا على نخافوا على خوتنا باش ما نقيسوهمش بهاد العدوى هذه، والحمد لله ان هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا، يحق لاي انسان يصلي الحمد لله مع وليداته وعنده الاجر، لان هذا الدين مبني على التيسير، فخصنا ما نتشددوش وما نقبطوش في الاشكال. المشكله في المجتمع فاش كيقبط في الاشكال كيمكن له ما يعيش روحانيه التراويح. سميت بالتراويح لان خص الانسان يعيش روحانيه الوقوف بين يدي الله. نعم. وما يمكنلوش يصلي التراويح وهو خايف من هذاك اللي كيصلي بجنبه. اكيد. اذا كما قلتي سي البوكيل هذا اجراء يعني وقائي واحترازي، كيفاش كتشوفوا الاهميه ديالو في حمايه النفس من الناحيه الشرعيه؟
سادتنا العلماء كيقول لك الأكبر مقصد في الدين بعد المعرفة الإلهية هو حماية الإنسان، هو المحافظة على المقاصد الشرعية التي جاء بها هذا الدين. الدين جاء بالمحافظة على العقل وعلى الصحة وعلى النفس وعلى المال وعلى العرض، بمعنى أن أكبر مشروع استثماري ديال الدين هو الإنسان. الله كيقول لنا يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعكم لما يحييكم. الله خلقنا لكي نتمتع بالحياة، فما خصش الإنسان يعرض نفسه للخطر، وجزء باش ما يعرضش نفسه للخطر خص الإنسان يصلي مع وليداته. والآن كنسمعوا أو كنشوفوا بعض دي فيديو، حقيقة حنا كنزهو المغاربة على هذه الأشكال، أن البعض كيقول لك غنطلعوا نصليوا في السطاح أو نجمعوا بيناتنا. هذه فتوى شرعية، ما معنى شرعية؟ معنى أنها مبنية على المقاصد الشرعية وأعلى مقصد هو هذا المقصد ديال الغلاوة الإنسان. فإلا كان الله كيحبنا وكان سيدنا رسول الله كيحبنا، ثم إلا كان جلالة الملك حفظه الله عنده هذا المحبة للشعب دياله، فخصنا احنا نحبوا نفسنا ونحاولوا في هذا رمضان إن شاء الله نطلبوا الله يدخلوا علينا بالسلامة والعفو والعافية، نعيش روحانية تراويح من خلال الإنسان يعيش هذا روحانية الوقوف بين يدي الله مع عائلته مع وليداته. والحمد لله الدين مبني على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أكيد. الحمد لله هذا الدين مبني على البساطة على التيسير، خص الإنسان يعيش هذا الروحانية بلا ما يقبط بزاف الأشكال، لأن هذه الأشكال أحيانا ممكن تخلق حالة نفسية. وسمح لي على هذه الملاحظة الأخيرة، من رحمة الله تعالى بنا أنه جعل هذا الكون كله يصلي لله ويسبح لله، فلو كانت الصلاة فقط في المساجد كنا غنعيش مشكل نفسي. الآن هذا الكون كله يسبح لله، فاحنا فاش كنصليو إنما كندخلوا في جمالية أو في روحانية هذا الكون، ولذلك يحق لنا أن نتمتع بروحانية التراويح مع وليدتنا، ونطلب الله يحفظ بلادنا، ونطلب الله تعالى يرفع علينا هذه الجائحة ويدخل علينا هذا الشهر باليمن والإيمان وبالسلامة إن شاء الله تعالى. أمين. والحمد لله رب العالمين. أمين. سي أحمد البوكيلي، أستاذ جامعي باحث في الشأن الديني بكلية الأدب بالرباط، شكرا لك على كل هذه التوضيح. أهلا وسهلا، مرحبا. وفي جديد الوضع الوبائي ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 168 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة بالمملكة إلى 3377، فيما ارتفع عدد الحالات التي تمثلت للشفاء إلى 398 بعد تماثل 5 حالات جديدة للشفاء، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 149. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وفي إطار التصدي لوباء كوفيد-19، تجهيزات طبية جديدة تعزز المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور للتكفل الأمثل بالمصابين. تجهيزات وفرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وستضمن توفير العناية الصحية اللازمة بكل من مصالح الاستشفاء والإنعاش. سعيد غنام، عبد الحميد جبران، ورشيد العتابي. المستشفى تم دعمه بتجهيزات طبية مهمة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الناظور، تجهيزات ستمكن المصالح الطبية وشبه الطبية من التكفل بالحالات المسجلة بالإقليم في أحسن الظروف. قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتزويد المستشفى بأسرة، سواء على لقسم الإنعاش أو الأقسام ديال الحجر الصحي، كما زودتنا بجهاز أجهزة التنفس الاصطناعي لي ريسبيراتور دي مونيتور، أجهزة ديال تخطيط ديال القلب. ثم تخصيص مبلغ يفوق 1.5 مليون درهم من أجل اقتناء بعض التجهيزات الطبية والشبه الطبية، ووضعها هنا إشارة الأطقم الطبية والتمريضية بالمركز الاستشفائي الإقليمي. تعزيزات همت كذلك تجهيز تصفية الكلي لفائدة المصابين بالقصور الكلوي داخل العزل الصحي. قمنا بتأمين حصص الكلي، حصص تصفية الكلي لأربعة مرضى بإقليم الناظور لحد الآن. الحصص تدمر في ظروف ملائمة، وكنشكر بالمناسبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص سيد العميل اللي قاموا بتوفير آلة تصفية الدم متنقلة.
وبفضل الدعم المقدم من طرف مصالح الطب العسكري تتم عملية علاج المرضى الحاملين الفيروس داخل المستشفى في أحسن الظروف وحالتهم الصحية مستقرة. والحمد لله رانا هنا في الحجر الصحي في واحد الحالة ممتازة إن شاء الله، المعنويات مرتفعة، والحمد لله الأطقم الطبية سواء العسكري ولا المدني دايرين الواجب ديالهم على أحسن وجه إن شاء الله، وكنقدم لهم واحد الشكر كبير 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 بزاف. بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تم تأبئة أطقم طبية وشبه طبية وفرق من المصالح الاجتماعية من القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية الجوية والبحرية والدرك الملكي وفرق من القوات المساعدة من أجل العمل جنبا إلى جنب مع الأطر الطبية لوزارة الصحة. تعبئة كبيرة للأطقم الطبية المدنية والعسكرية للتدخل الصحي الأمثل للحالات المصابة بالإقليم. أوضح بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه يمنع تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص منعا كليا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين. المنع جاء تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة، وعليه يضيف البلاغ يتوجب سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر، مشيرا إلى أن كل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية. وفي سياق الإجراءات المواكبة لحالة الطوارئ الصحية، سيشرع صندوق تدبير جائحة كورونا ابتداء من يوم غد في صرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة الخاصة بالعاملين في القطاع غير المهيكل الغير مستفيدين من خدمة الرامد. لجنة اليقظة الاقتصادية كتذكر في البلاغ ديالها أرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة الرامد واللي كيخدموا في القطاع غير المهيكل واللي رسلوا تصريحاتهم عبر بوابة تضامن covid.ma بأن الصندوق ديال تدبير جائحة كورونا غيصرف الإعانات المالية بالنسبة للناس اللي تقبلات الملفات ديالهم بداية من نهار الخميس 23 أبريل، ومبالغ الإعانات والطريقة ديال السحب ديالها غتبقى بحال اللي طبقات على العائلات ولا الأسر المسجلين في الرامين. وباش تفادوا الزحام، اي ما يكونش هاد الزحام في الاماكن ديال سحب الاعانات في هذا الوقت ديال الحجر الصحي، غيتزاد في الفتره ديال التوصل بالرسائل القصيره لعده ايام. وهنا دعوه للناس، اي الافراد اللي ما توصلوش بالرسائل في الهواتف ما يتنقلوش، وغتبقى الاجراءات صارمه للحجر الصحي خلال الايام المقبله. وبالنسبه للسحب ديال الاعانات كاينه شروط، اولاها رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي غيتلقى رسالة على الهاتف ديالو المتنقل اللي صيفط فيه التصريح، وكتوفر هذه الرسالة على رقم اللي غيستافد به والمكان ديال السحب. وبالنسبة للشخص اللي ما غيمشيش للبلاصة اللي كتبين ليه الرسالة منين غيسحب الدعم، ما غيمكنش ليه يحصل على المساعدة. وهنا كاينه جوج ديال الحالات، إلا كان مكان السحب الموجود في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فالمستفيد واجب عليه الإدلاء بالبطاقة ديال التعريف الوطنية ديالو باش يسحب مبلغ الدعم. إذا كانت البلاصة ديال السحب شباك أوتوماتيكي تابع للوكالة البنكية، عليه أي اللي غيستافد يدخل الرقم اللي توصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ومن بعد يدخل الأرقام بربعة الأخيرة ديال بطاقة التعريف الوطنية ديالو. وإذا كان رقم البطاقة ديال التعريف الوطنية ديالو مكون فقط من ربعة ديال الأرقام، أنا ذاك عليه يزيد أصفار على اليمين اللي غيتوصل بها المستفيد.
أما بالنسبة للحاصلين على بطاقة راميد فتتواصل عمليات سحب الدعم المخصص للمستفيدين عبر عدد من مناطق وجهات المملكة. ساكنة العالم القروي بدورها تستفيد من هذه العملية التي تروم التقليص من التداعيات الاقتصادية للوباء. حسنة بن جابي ومصطفى الزهيري. بجامعة مطمطة إقليم تازة تتواصل عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من حالة الطوارئ الصحية. صيفطوا لي الكود وجيت نستافد هذه المبادرة. سمعت بأن لا يعطيوا هذا الرميد وهبط صيفطت الكود 12-12 واستافدت اليوم هبط وشديت الفلوس ديالي. صيفطت 12-12 ورجعوا لي ودابا صيفطوا لي الكود وهنا جيت عاوتاني عطوني الفلوس وانا رب الأصلة عندي جوج الوليدات. بإقليم تازة دائما وبمناطق أخرى تتم العملية وفق التدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار الوباء، وذلك من خلال أخذ الجميع للاحتياطات من احترام لمسافات الأمان وارتداء للكمامات الواقية. عملية ديال صرف ديال المستحقات ديال التعاون الحمد لله إذا غادي في سلاسة، وتا الناس بداو كيوعوا بهذه القضية ديال مسافة الأمان و القضية ديال شنو خصهم يديروا على حساب شروط السلامة، وتا السلطات الحمد لله ديال المنطقة خدامين معنا ومعاونينا. هي مبادرة تدعم الأشخاص المتأثرين بالحجر الصحي تمكينا لهم من مواجهة الظروف الناجمة عن توقف عملهم. والالتزام بقواعد السلامة الصحية بالعالم القروي كما الحواضر أساسي للحماية من انتقال فيروس كوفيد-19. من الكمامات إلى التعقيم ووصولا إلى التوعية تسار الجهات المختصة على حماية المواطنين والحد من انتشار العدوى. من إقليم الصويرة روبورتاج عبد الرحيم الشيخي وعبد الغني الطهراوي. بلدية الحنشان بساكنتها القروية تلتزم بقواعد الطوارئ الصحية تفاديا لفيروس يهدد صحة الجميع. حملات توعية سبقت وظهر الالتزام بالكمامات لدى الأغلبية القصوى من المواطنين. وتنصحوا بها الناس ني شفنا ما تيدير الكمامه ولا شي حاجه كنوعوا الناس كنديروا وقايه لانفسنا وللناس الاخرين باش الا كان شي واحد مريض ما يعاديش الناس الاخرين اللي صحاح الدعم النفسي والى اخره باش نحاولوا نشجعوهم عاوتاني على باش يديروا الكمامه وياخذوا الاحتياطات ويلتزموا المنازل ديالهم. وتسهر المصالح المختصة على مراقبة وتوعية الساكنة بضرورة الالتزام بقواعد السلامة الصحية. وفعلا الحمد لله كان استجابة من طرف المواطنين على القيام بالأعمال المنصوص عليها من طرف وزارة الصحة المغربية، وكل شيء الحمد لله مجند على أساس أن إن شاء الله تكون العملية ديال التعقيم وديال التوعية وديال الالتزام بالتوجيهات ديال وزارة الصحة كلها الحمد لله كاينة متوفرة وكاين الناس اللي ملبيين القرار ديال الحكومة. تتكاثف جهود كل الفاعلين بالعالم القروي ونموذج الحنشان دليل على وعي المواطن بحماية نفسه وحماية الآخرين. وتلبية للنداء الوطني لدعم مخزون الدم تنخرط المفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الجنوب في الاستجابة لهذا النداء من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم في صفوف عناصرها. ونموذج من ثكنة الوحدة المتنقلة 67 للقوات المساعدة بمدينة مراكش في روبورتاج أمين علام والمعتصم بالله البوزاوي. باعتزاز ومسؤولية تعبأت عناصر الوحدات التابعة للقيادة الجهوية للقوات المساعدة بجهة مراكش آسفي للمساهمة في تعزيز المخزون الوطني من الدم كما هو الحال هنا بثكنة الوحدة المتنقلة 67 للقوات المساعدة بمدينة مراكش. حملة لقت تجاوبا في صفوف عناصر القوات المساعدة إسهاما منها في الجهود الرامية إلى دعم المؤسسات الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19. نتواجد الآن بثكنة
الوحدة المتنقلة 67 أجل إعطاء انطلاق عملية التبرع بالدم التي يساهم فيها جميع عناصر الوحدات التابعة للقيادة الجهوية القوات المساعدة مراكش أسفي. وتندرج هذه المبادرة الإنسانية في إطار المجهودات التي يقوم بها هذا الجهاز خاصة في هذه الظرفية التي تعيشها بلادنا. دبيت نداء المركز الوطني للتحقن بالدم وذلك لمساهمة في عملية التبرع بهذه المادة الحيوية وخصوصا في هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها بلادنا. إجراءات تنظيمية دقيقة اتخذت فيها تدابير احترازية تؤمن شروط السلامة الصحية للعناصر المنخرطة في هذه العملية التي تشمل مختلف السكنات التابعة للقيادة الجهوية للقوات المساعدة بجهة مراكش آسفي. تشمل هذه الحملة جميع القيادات الإقليمية التابعة لهذه القيادة الجهوية وفق برنامج تم إعداده مسبقا بالتنسيق مع المركز الجهوي لتحقن الدم بمراكش. كتشوفوا الحمد لله يعني ظروف ديال التنظيم هي ظروف ممتازة جدا، الظروف ديال السلامة يعني الشروط ديال السلامة الصحية محترمة، التنظيم في مستوى عالي جدا. هي محطة أخرى يبرهن من خلالها جهاز القوات المساعدة إلى جانب مختلف مكونات المجتمع عن انخراطه بكل تلقائية لدعم المخزون الوطني من الدم خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية لمواجهة جائحة كوفيد-19. واليوم تحتفي دول المعمور باليوم العالمي للأرض الأم في ظل متغيرات بيئية وصحية تهدد التنوع البيولوجي وسلامة الكائنات الحية. وفي مقدمة هذه التحديات جائحة كوفيد-19 التي لها وقع على مستقبل كوكب الأرض. زكية بلقاس. قيود الحجر الصحي عبر العالم جعلت الهواء أكثر نقاء والسماء أكثر صفاء. الحواضر العالمية تنفست الصعداء إثر تعطل حركة المصانع وحركة التنقل. سكان الصين الذين يعيشون على إيقاع التلوث طيلة السنة لمسوا الفرق. شخصيا أظن أنه منذ مطلع السنة الصينية والتلوث أقل، السماء زرقاء والهواء أفضل. الجانب الإيجابي لجائحة كوفيد-19 على البيئة والمناخ يبقى مؤقتا نتيجة قيود العزل، فالفيروس اختبار تواجه دول العالم وله آثاره الفورية والمروعة على حد تعبير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي اقترح مجموعة من الإجراءات. أولا يجب علينا ونحن ننفق مبالغ ضخمة من المال للتعافي من فيروس كورونا أن نوفر فرص عمل وأعمال تجارية جديدة من خلال عملية انتقال نظيفة وخضراء. ثانيا عندما تستخدم أموال دافع الضرائب لإنقاذ الأعمال التجارية يجب ربطها بتوفير فرص عمل خضراء وتحقيق نمو مستدام. منظمة الأمم المتحدة اعتبرت التغيرات المناخية التي يعرفها كوكب الأرض عاملا يزيد احتمال انتقال الأمراض المعدية من الحيوانات إلى البشر. اليوم كما بالأمس الفن في خدمة الإنسانية، ورسالته في زمن الكورونا ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من الفيروس. من طنطان رسالة بالريشة والألوان ضمن ربورتاج الحافظ محضار وعبد الرحيم هاشي. في زمن كورونا الإبداع يتخذ منحا آخر، إبداع يتماهى مع اللحظة العصيبة ليترجم حاسيس الفنان المنغمس في دروب الظرفية الراهنة التي يتفشى فيها هذا الوباء العالمي. ظرفية استلهم منها الفنان ماء العينين روح نداء الوطن الذي يسكن الكل في هذه الفترة التي تستدعي التقيد بالتدابير التي أقرتها الدوائر الرسمية للتعاطي مع هذه الجائحة، دوائر استحقت من ريشة فناننا الشكر والثناء. اللوحة اللي في الخلف ديالي فيها جوج ميساجات، اللي هو الميساج الأول الشكر لجميع السلطات اللي كتقوم بالواجب تجاه هذا الفيروس كورونا. الشيء الثاني هو نداء للساكنة، كنحاول نوعيهم عن طريق جدارية باش يلتزموا البيوت ديالهم وما نخرجوش الا للضروره. بالنسبه للسلطات هما قائمين بالواجب ديالهم راه مجسدين، وكنشكروا تاهم الناس ديال النظافه.
شكر وثناء وعرفان بالجميل لكل المرابطين في الصفوف الأمامية عبر هذا العمل الفني، عمل تجسد من خلال هذه الجدارية التي باتت تشكل مظهرا إبداعيا يساهم في التحسيس بخطورة الوباء وتضحية الساهرين على أمن وسلامة الوطن. هاد الناس هادو كيبذلوا بزاف ديال المجهودات، الله يجازيهم بخير، نتمنى أن نكونوا ردينا لهم جميل ولو قليلا، وهذه ورضة في طريقهم لأنهم كيواجهوا خطر الوباء وكيواجهوا بخطورة. نتمنى لهم الصحة والعافية ويرجعونا بسلام ويدوز هذا الشيء بخير وعلى خير. عمل إبداعي بطابع تحسيسي يبوح بأسرار الظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم في ظل جائحة كورونا، جائحة تطلبت شد الهمم لمجابهة هذا الطارئ الصحي الصعب ولو بأسلوب الريشة الذي يصل للمتلقي بانسيابيته المعهودة. قبل الختام، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون غدا 29 شعبان، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة الأرقام الظاهرة على الشاشة. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، تذكير بأبرز ما جاء فيها. المجلس العلمي الأعلى يصدر بيانا بخصوص شهر رمضان المبارك وحرص على مواصلة إغلاق المساجد خلال الشهر الفضيل حماية لصحة النفس والبدن. تسجيل 168 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10:00 من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة بالمملكة إلى 3377. المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور يتعزز بتجهيزات طبية جديدة للتكفل بمرضى كوفيد 19 والدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بحول الله.